طبعا الاعتكاف هو كان من البيت في ساعة متأخرة من الليل، حدود الساعة 2 تقريبا، وضربوا على الباب بشكل عنيف، فاضطريت قمت بشكل سريع، فتحت الباب، دخلوا، سووا تفتيش خفيف في المنزل، وبعدين خلوني في زاوية من الصالون. طبعا زوجتي وابني الصغير ظلوا في غرفة معينة، أولادي الثلاثة الثانيين كانوا في غرفة بنايمين، وأنا أخذوني على شقة في الصالة وخلوني بجانب إلى أن أتى ضابط مخابرات مسؤول المنطقة، عاد سوى بعض التفتيشات الخفيفة، وصادروا كمبيوترين مع فلاشة، وبعدين يعني كلمنا تطلع معنا، أخرجوني من البيت لمنطقة اللترون في الحاجز العسكري هناك، المدخل منطقة قريب من قرية بيت سيرة وقريب من قريتنا. هناك ظليت إلى وجه الصبح تقريبا، طبعا كنت مكبل واضح، عينين مغميات والأيدين مكبلات بقيود بلاستيكية. أول ما وصلنا الحاجز العسكري في منطقة اللترون، هناك تم إدخالنا فحوصات روتينية، شو وضعك الصحي، شو أدوية بتأخذ، بيانات خفيفة، وانتظرنا وجه الصباح. وجه الصباح الساعة 5:30 تقريبا، تم تحميلنا أنا وشخص آخر اعتقل من ذات القرية في ذات الليلة، وأخذونا لباب أوفر. على باب أوفر يعني كانت ساعة الصباح، مشان يدخلنا لهناك فحصوا الأسماء، كانوا المفروض ما يكون هان، المفروض يتحول لمركز التحقيق في المسكوبية. مباشرة نزلت السيارة العسكرية متوجهة باتجاه المسكوبية، هناك يعني تم إنزالنا على بداية مدخل السجن والتشخيص وأخذ بعض التفاصيل الشخصية، ومباشرة أدخلت لنا زنازين التحقيق. في زنازين التحقيق يعني أدخلونا، أعطونا غيار لبس الشباس، اللبس الخاص فيهم، وبجوز انتظرت معدل ساعة زمان ليس أكثر من ذلك، ومباشرة تم إخراجي إلى القسم العلوي إلى غرف المحققين، لأنه يعني كما معروف في المسكوبية في منطقتين للتحقيق، المنطقة بالمستوى الأرضي والهي قريبة من الزنازين يتم التحقيق فيها مع سكان منطقة القدس حملة الهوية الإسرائيلية، في المنطقة العلوية بيتم التحقيق مع سكان الضفة الغربية. ومن هناك يعني استمر معي التحقيق، واستمر لمدة 37 يوم. يعني هاي غرفة جدا جدا ضيقة، بالغالب هي يعني غرفة يعني موجود الحمام في زاوية لجوا، بس المرحاض، مش حمام بس مرحاض، وطبعا هو بطون مفتوح، بعدها بيجي السرير، السرير فقط يعني 80 سنتي في 180 سنتي بطول، وبعدها بيجوا بس يعني 50 سنتي مسافة ما بين السرير وما بين الباب. إلى جانب السرير يعني في ممر 30 40 سنتي فقط لا غير. فإحنا بنحكي يعني عمليا طول الغرفة يعني عمليا 120 سنتي أو 50 سنتي، يعني بنحكي عن 230 سنتي. العرض تقريبا 1.10 متر 1.20 متر ماكسيموم، مش أكثر من هاي المسافة. هاي المسافة اللي انت تقدر تتحرك فيها، يعني انت مسافتك العملية اللي بتقدر تتمشى فيها او تتحرك فيها على مدار اليوم هي 40 سنتي في طول تقريبا مترين، ليس اكثر من ذلك. هاي اللي انا كنت على مدار تقريبا اسبوع وكنت بس اتمشى فيها. اخراجك للمساحة الخارجية انا في لحظتها بجوز اخر يومين اطلعوني للفورة، بقتلوني مدة ساعة في اليوم فقط لا غير. بس انت بدأ تحكي عن معدل 23 ساعة انت بتتحرك في هذا الحيز فقط لا غير. هي من حيث مستوى التهوية هي جدا سيئة، ما في تهوية، ما في شمس بتخش عندك بالمطلق، يعني أنت موجود في هذا الإنشاء، الإنشاء هاي الغرفة هي موجودة في غرفة أوسع، يعني غرفة أوسع بتشمل مجموع الزنازين هذول، الخمس أو ست زنازين الموجودات جميعهن مشمولات في بناية أوسع. أنت هاي الغرفة ما فيها شباك يخرج بالجهات الخارجية بالمطلق، في زاوية الحمام العلوية يعني موجود طاقة تقريبا 40 في 40 مش أكثر من هيك، عليها تقريبا
شبك شبكين حديد، قواطع حديد، ومن برا موجود شبك صاج في بس يعني ثقوب صغيرة، دائرية صغيرة. فبالتالي في شيء شمس بتدخل لك، في قليلة من الهواء بتدخل لك من خلالها فقط لا غير. يعني حتى عملية النقل اللي بتتم من سجن لسجن، أو حتى عملية الاعتقال وكيف الجيش بيجي عليك، جميعها هي جزء من نظام التحقيق العام. فبالتالي يعني شو المطلوب منك تساوي كجندي جاي تعتقل الشخص، أو كحارس مطلوب منك تنقل هذا الشخص، هذا يرتبط إلى حد كبير في توصيات ويعني خلينا نسميها خطة العمل في عملية التحقيق. لا نقول إنه عملية الاعتقال بكل تفاصيلها هي عملية مدمرة بكل المقاييس وبكل المعاني، بالمعنى النفسي تطلعك مكسر ومحطم بشكل كامل، بالمعنى الجسدي والفيزي برضو تخرج بشكل يعني متضرر بشكل كبير فيزياً.